أيها الإخوة الكرام، حقيقة هذه الدنيا أنها دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذه الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، هذه الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف، هذه الدنيا دنيا وبعدها حياة عليا، دار دنيا ودار عليا. الدار الدنيا فيها متاعب، فيها ابتلاءات، فيها أمراض، فيها هموم، فيها أحزان، فيها موت، فيها مرض، فيها فقر، فيها قهر. طبيعة الحياة الدنيا إعداد للآخرة، لذلك اعلم يقيناً أنك مبتلى شئت أم أبيت. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: ندعو بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. لا تصدق أيها المؤمن أن تصل إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا تصدق أن تصل إلى الجنة من دون امتحانات. والدليل: إنا كنا مبتلين. الأصل في الدنيا أنها دار ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أنت حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، حينما توطن نفسك أنه لا بد من أن يكون في حياة المؤمن نقطة سلبية يمتحن بها، يعني بشكل أو بآخر المؤمن إن خالف منهج الله أمامه تأديب، وإن استقام على أمر الله أمامه ابتلاء. فلا بد من أن تكون حياة المؤمن منطوية على ابتلاء وتأديب وإكرام، والأرجح أن حياته تستقر على الإكرام. لا بد من مرحلة يؤدب فيها إذا خالف منهج الله، ولا بد من مرحلة يمتحن فيها إذا استقام على أمر الله، ثم تأتي مرحلة التكريم. وهذه المراحل الثلاث إما أن تكون متداخلة أو أن تكون متمايزة. لذلك لما الطالب يوطن نفسه على أن العام الدراسي عام جهد كبير، وعام سهر طويل، وعام قراءة متأنية، وعام بعد عن كل حظوظ الدنيا من أجل أن ينال شهادة عليا يتيه بها على الآخرين، عندئذ ينجح. لا توطن نفسك أبداً على أن الدنيا دار استمتاع، دار استرخاء، دار نعيم، دار سرور. المؤمن يسر ويسعد وينعمه الله، لكن هدفه طاعة الله. تأتي
السلبيات والإيجابيات، يأتي الإكرام والتأديب، يأتي الامتحان والتكريم. إذن حينما تكتشف حقيقة الدنيا، بل إن جزءاً من عقيدتك أن تفهم حقيقة الدنيا، هذه الدنيا ليست دار استقرار، ممر، وليست مقراً، ممر. هذه الدنيا دار عمل لا دار جزاء، هذه الدنيا دار تكليف لا دار تشريف. الدنيا نخرج منها، أما الجنة وما هم منها بمخرجين. بطولتك أن تفهم حقيقة الدنيا، إن فهمت حقيقة الدنيا تستقبل متاعبها بالرضا، تستقبل مصائبها بالشكر، تستقبل جهدها الكبير بالرضا. أيها الإخوة، الآية الكريمة: أم حسبتم أن تتركوا، يعني ممكن تدخل لجامعة، تنتسب لجامعة، تدفع أقساط، لا في فحص ولا في دوام ولا في متابعة، وبعد 4 سنوات تمنح ليسانس بدون امتحان. في بالأرض جامعة تفعل هذا؟ في بالأرض كلها جامعة تعطي شهادة من دون امتحان؟ مستحيل. إنا كنا مبتلين، إنا كنا ممتحنين. اعتقد يقيناً، وهذا جزء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد النص على مسامعكم مرة ثانية: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. لا تستقيم الإنسان، صحة جيدة الدخل قليل، الدخل كبير في آفة بالجسم، مرض. ما في مرض وفي دخل كبير، الزوجة سيئة. زوجة جيدة، أولاد غير أبرار. أولاد جيدين، الدخل قليل. يعني طبيعة الحياة الدنيا لا بد من أن تمتحن من زاوية، إما من زاوية الدخل، أو من زاوية العمل، أو من زاوية الزوجة، أو من زاوية الأولاد، أو من زاوية المسكن، أو من زاوية الصحة. لا بد من أن تمتحن. أعيد على مسامعكم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وهذه الآية تؤكد هذه الحقيقة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تترك بلا امتحان. طعام، شراب، بيت فخم، دخل كبير، صحة جيدة، زوجة رائعة، أولاد، هكذا موت على الجنة، يعني مستحيل. يعني هذا مستحيل وألف ألف ألف مستحيل. أم حسبتم أن تتركوا؟ الله عز وجل حكيم، قد يعطيك صحة ومع امتحان، قد يعطيك بيتاً ومعه امتحان، وزوجة وفية ومع امتحان، أولاد أبرار ومع امتحان. اعتقد يقيناً أنه لا بد من أن تبتلى. والآية الدقيقة: إنا كنا مبتلين. والآية الثانية: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآن اسمع هذه القاعدة: ليست البطولة ألا تصيبك مصيبة، هذا مستحيل، لكن البطولة
أن تقف من المصيبة موقفاً كاملاً. ليست البطولة ألا تصاب بمصيبة، لكن البطولة أن تقف الموقف الكامل من المصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، هو نفسه يقول: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. جاع النبي الكريم وخاف النبي الكريم، خاف وجاع وضيق عليه الكفار وهددوه بالقتل وأخرجوه من بلده. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق قد ابتلاه الله، اعتقد يقيناً أنه لا ينجو مؤمن من الابتلاء. لكن أحياناً ترى إنسان غارق في المعاصي والآثام، ومع ذلك يتمتع بصحة جيدة ومركز قوي ودخل فلكي، ويتبجح ويتكبر ويتعاظم، نقول هذا الإنسان له يعني موقف عصيب بعد حين. قل للذين كفروا ستغلبون. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. أحياناً الإنسان يتوهم أن الله عز وجل إذا أعطاه الدنيا فهو يحبه، ليس كذلك. والدليل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ليس باباً بل أبواباً، ليس أبواب شيء بل أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني الله عز وجل يرحم المؤمن فيعالجه على كل قضية معالجة سريعة، لكن غير المؤمن قد يسمح له أن يعلو ويعلو 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 إلى أن يصل إلى قمة العلو وهنا يسقط سقوط مريع. أيهما أفضل؟ أن تعالج يومياً، أن تعالج عند كل مشكلة، عند كل خطأ، عند كل غفلة، عند كل ذنب، أم أن تجمع لك هذه العقوبات في عقوبة كبرى ماحقة؟ إذا رأيت الله يتابعك ويحاسبك على كلمة، على تقصير، على ابتسامة ساخرة، على تعليق لاذع، إن رأيت الله يتابعك فاعلم علم اليقين أنه يحبك. وهذه بشارة والله لمن يتابع. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى سر المصيبة، يهدي قلبه إلى سر المصيبة. جاءت مصيبة، يا رب ما السبب؟ أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المعصية؟ والله سبحانه وتعالى يهدي قلبك أيها المؤمن حينما يسوق لك بعض الشدائد، يذكرك ببعض الأخطاء. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. بطولتك أن تكتشف عندما تأتي مصيبة أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ لا تحابي نفسك، لا تتوهم أنها مصيبة ترقية. ظن بأخيك ظناً حسناً
إن أصابت أخاك مصيبة قل إنها مصيبة ترقية لأخيك، أما لنفسك قل لا بد من خلل، لا بد من خطأ، لا بد من تقصير. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تساق لإنسان مصيبة بلا سبب. والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً.